وقف الخلق ينظرون جميعا، كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. خالدة كخلود نيلها، شامخة كشموخ أهراماتها، تعتق فيها التأريخ وتأصلت فيها حضارة آلاف السنين، أرض الخير والخصب والثقافة والفكر والعلم والفن والأدب، حضن العروبة الكبير وحبهم الأثير. ما من أرض عربية إلا ولها فيها أثر، وما من إنسان عربي إلا ونهل من ينابيعها الفياضة وتعلم من رموزها الساطعة. إنها مصر التي إن تحدثت عن نفسها أصغى لها سمع الزمن. اسمي أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية منذ عام 2019، وأشغل حالياً أيضاً عضو لجنة القانون الدولي للبحار في الأمم المتحدة. السفارة المصرية هي دورها ربط العلاقات من مختلف الجوانب، وهذا دور السفارات على مستوى العالم. تتواصل مباشرة بشكل يومي أو شبه يومي مع المسؤولين، تتواصل مع شرائح المجتمع المختلفة، فتستطيع أن تنقل الشواغل وتستشعر المشاكل فتعمل على حلها قبل أن تصل إلى أي مستوى. هناك تنسيق مباشر ووثيق بين السفارة في الرياض والسفارة السعودية في القاهرة. هناك تواصل بيني وبين شقيقي السفير في القاهرة تقريباً أسبوعياً، نضع كل الأمور في نصابها. الأمر الثاني هو المكتب الثقافي، هناك مكتب تجاري أيضاً هنا. هذه المكاتب دورها متخصص، يعني المكتب الثقافي دوري أن هو هناك جالية كبيرة لها أبناء يؤدون امتحانات أبناء المصريين في الخارج، ويتواصل مع وزارة التعليم والهيئات التعليمية. هذا الدور الميكانيكي للمكتب، ولكن هناك دور آخر هو الدور تنشيط الثقافة المصرية ونشرها عن طريق الندوات الثقافية، عرض لتاريخ الدولتين، الندوات الشعرية، الندوات الترفيهية أيضا. دعني أشير إلى أن الثقافة المصرية ليست غريبة على رجل الشارع السعودي، فيعني ومرحب بها جدا لأنها قريبة، ثقافة واحدة بين الشعبين هي الثقافة. كلنا يعني حتى لما بتعامل على الصعيد اليومي مع أصدقائي ومع زملائي في السعوديين في مختلف الأماكن، لا يخلو عباراتهم من جملة في مسلسل مصري أو نكتة في مسرحية، أو فتلاقي يعني هناك ثقافة يعني متجذرة اختلطت بالثقافة السعودية العميقة، وهناك ينتج بقى يعني إبداعات فنية وثقافية كثيرة. الحديث عن العلاقات المصرية السعودية هو حديث عن علاقات تاريخية واستراتيجية بين دولتين مهمتين في العالم العربي، لكن ما ينطبق على العلاقة الاستراتيجية الحقيقية هو في حالة السعودية ومصر. منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتعاقبا مع كل الملوك الذين أتوا من بعده ومع كل الرؤساء المصريين، كانت هذه العلاقة تاريخية وترسخت هذه الأمور في مواقف كثيرة ومهمة ولافتة. مثلي مثل أي مصري لا تنقطع زياراته عن المملكة العربية السعودية، ولكن ما أريد أن أسجله هو أني في كل زيارة إلى أن
تقلدت منصبي كسفير كنت ألاحظ أن هناك تطور وهناك تقدم سواء اجتماعيا أو ثقافيا أو على كل المستويات. ولما عشت بقى كسفير في وسط أشقائي وأصدقائي في الشعب السعودي حقيقي وجدت هناك ترحيبا شديدا وإقبالا على هذا التطور وهذا التغيير. يجب أن أشيد هنا بالقيادة السياسية في المملكة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد. أتيحت لي الفرص أني أتجول في ربوع المملكة ومدنها خارج الرياض، الدمام والإحساء، العلا، وزي ما أهل جدة غير ما لاحظت أن هو هناك تنوع ثقافي كبير جداً في المملكة. هناك ثقافة عريقة متجذرة الأصول، هناك لهجات لم أكن يعني أدركها ولا أي زائر يستطيع أن هو يدرك أن هناك لهجات داخل المملكة، فاللهجة الحجازية، اللهجة المكية، أهل الإحساء، وهي لهجة يعني فيها كده طرب. كل هذه الأمور يعني تركت عندي انطباع بمدى الثراء الثقافي والتنوع الكبير في الثقافة والجذور العميقة لهذه الثقافة في الشعب السعودي. تشرفت بأن كنت عضواً في الوفد الذي سافر مع خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر العربية، والذي سجل حضوراً مهماً جداً باعتباره أكبر وفد مرافق لخادم الحرمين الشريفين في تاريخ المملكة العربية السعودية عبر سنواتها الطويلة لأي بلد كان. وهذا يدل على شيء، يدل على اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الكريمة بالعلاقة مع مصر وتطويرها في مجالات كلية وخصوصا في المجال الاقتصادي. فلقد شهدت العلاقة بين البلدين العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة، سواء كانت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية في مجالات مختلفة. العلاقات مستمرة والزيارات على مستوى القمة تدفعها دفعة كبيرة جدا إلى الأمام. منذ الزيارة التاريخية للمغفور له الملك عبد العزيز في البدايات إلى الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الأخيرة إلى مصر، إضافة إلى الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس السيسي إلى المملكة، كلها تحدث نقلة نوعية في العلاقات تتابعها السفارات. وهنا دعني أشير إلى حجم الموقف التعهدي بين مصر والسعودية. هناك أكثر من 150 معاهدة واتفاقية ومذكرات تفاهم تربط العلاقات بين الدولتين. لك أن تتخيل حجم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمعاهدات بين الدولتين. 150، أنا يعني باعتبار كنت أتولى الحقيبة القانونية في وزارة الخارجية فأستطيع أن يعني أتذكر الرقم ده. يشير إلى أن الدولتين من كثرة هذه الترابط والجاليات والمسؤولين وطبعا ومن فوقهما القيادات السياسية، أصبحت هناك يعني لا توجد فوارق بين الدولتين، فاللغة واحدة والثقافة واحدة والهدف واحد والمصير واحد والتحرك واحد والمستقبل واحد. المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، مساحة شاسعة. هذه المساحة الكبيرة أعطتها تنوع في القدرات السياحية، فلديها يعني شواطئ على البحر الأحمر،
لديها سياحة صحراء، سياحة الصحراء أصبحت حاليا تنتشر حول العالم. هناك سياحة ثقافية التي بدأت بنشهدها جميعا هذا التطور. وهناك نقطة هامة جدا، أنه الأجنبي بالنسبة له المملكة العربية السعودية دي يعني فيما سبق شيء يعني لا يزوره إلا للعمل، فإنها تفتح للسياحة، فدي بتلفت الأنظار إنه كثير من العالم الآخر، العالم الأجنبي، إنه هو يرى ما بداخل هذه البقعة العريضة الشاسعة من الأرض من كنوز ومن تنوع ومن مصادر جذب سياحي. حضرت بداية الفعاليات الثقافية التي صاحبت موسم الرياض قبل جائحة كورونا، وكان هناك حركة كبيرة جدا وإن شاء الله تعود قريبا. ليس فقط الفعاليات الترفيهية التي تقوم بها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ، ولكن هناك وزارة الثقافة التي تقوم بدور كبير جدا في نشر الوعي الثقافي وتطوير المجتمع ثقافيا وتنويره في كل الجوانب. المجتمع السعودي الذي يتكون من 60% أو أكثر منه من الشباب، مجتمع يملأه الحماس، محب لوطني بشكل قوي جدا، غيور على مصالح الأمة العربية وعلى مصالح الدين الحنيف. أرى أن هناك شعلة من النشاط والعمل ألحظها في كل الفعاليات التي حضرتها، وكان يشرف عليها الشباب السعودي الذي يعني وراءه فرق ايضا من الرجال السعوديين، قد ايه هم حريصين على ابداء الصوره الحقيقيه، الصوره الطيبه للدوله السعوديه، قد ايه هم حريصين على ابداء الخدمه والمساعده لكل من يروه ان هو اجنبي او يحتاج الى هذه المساعده. في فعاليات مختلفه في كافه المدن التي كان لي الحظ ان ازورها، وده حقيقي يديني إحساس بالاطمئنان أن هناك مستقبل واعد، أن هناك عمل جاد وراء هذا الحماس، أن هناك عجلة تدور في الاتجاه الصحيح لكي تجعل من هذا المجتمع مجتمع متقدم ومتطور ومتنور إلى أن يصل إلى ما يصبو إليه. المرأة بشكل عام هي نصف المجتمع في كل العالم. كنا نتخيل أن هذا النصف لا نتخيل أن يكون معطل في مكان ما، فأصبح هذا النصف يتحرك في اتجاهه الصحيح. والحقيقة كلما صادفنا أن تكون لدينا أمر ما في جهة حكومية أو أي جهة يعني رسمية في المملكة ويكون هناك العنصر النسائي هو الذي يتولى المسؤولية، نجد قد إيه الاحترافية والجدية في أداء الخدمة وأداء الواجب الذي تقوم به. وده يعني مدي حاسس إن المرأة السعودية عليها مسؤولية، وهي تتحمل هذه المسؤولية إنها بتثبت لنفسها وتثبت لمن حولها إنها قادرة على العطاء وقادرة على العمل وقادرة على الأداء والتطور.
كان لي الشرف أن أحضر اللجنة المصرية السعودية في المشتركة الأخيرة في القاهرة برئاسة الدكتور ماجد القصبي وسيدة نيفين جامع وزيري التجارة في الدولتين. لاحظت مدى الإقبال من المستثمرين السعوديين على الاستثمار في مصر، وكان هناك بصحبة معالي الوزير وفد كبير من رجال الأعمال والتقى بنظرائهم في القاهرة. الاستثمارات السعودية في مصر إجمالاً تصل إلى 30 مليار دولار، وأيضاً هناك استثمارات مصرية في المملكة تصل إلى 5 مليارات إذا كنت أذكر الرقم تحديداً، فأعتقد 5 مليار. الشركات التي سمح لها بالقيام بأعمال في المملكة، مصر هي تحتل المركز الثاني في الشركات التي صدر لها تصريحات لتعمل في المملكة، ونفس الأمر السعودية تصل في المركز الثاني أو الأول في بعض الأمور في الاستثمار والعجلة الاقتصادية، وهذا يدل على عمق العلاقات ليس فقط السياسية والاجتماعية ولكن الاقتصادية التي هي تعتبر ركيزة لأي علاقات. بين مصر والسعودية هناك آفاق أرحب وأوسع تتجاوز هذه المنظومة الدبلوماسية، فعلاقة القيادتين في الدولتين بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين علاقات وطيدة للغاية، تتم أمور ويعني هناك تنسيق وتشاور مستمر، والسفارة بتلحظه. العلاقات بين الوزراء، العلاقات بين المسؤولين، وأهم هو العلاقة بين الشعبين. ويكفي هنا أن أشير أن حجم الجاليتين هما يشكلان دولة قائمة، دولة متوسطة الحجم وليس دولة صغيرة يعني. فإذا كنا بنقول أن هناك أرقام رسمية تشير إلى وجود حوالي 1,700,000 مصري في المملكة، يقترب من 1,700,000 إلى 1,000,000 سعودي في مصر، فهذه يعني جاليتين يعني حمل ثقيل ولا يسمح بوجود أي شوائب في العلاقات. مصر والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة. نمرة 2، القدرات التي تتمتع بهما الدولتين لا ينقصهما شيء. هناك إمكانيات اقتصادية، إمكانيات بشرية، ثقافية، تاريخية، عسكرية، في كل المجالات. هذه الإمكانيات وهذه القدرات مع حجم الدولتين وتأثيرهما على الساحة الإقليمية والدولية تؤهلهما لكان يلعب دورا أساسيا في الاستقرار في المنطقة، فهم ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، يلعب دورا رئيسيا على الساحة الدولية. وعندما يتحرك سويا، وهذا ما يحدث في الأغلب الأعم، يحسب لهما ألف حساب في كل المحافل الدولية. أنا أشكركم على الحضور وأشكركم على محاور الحوار، والتي أظن أنها غطت كافة الجوانب، ولا أعتقد أنه يعني قد أهملنا جانب من الجوانب في العلاقات، سواء ثقافية أو سياسية أو دبلوماسية أو اجتماعية. وأدعو من قلبي أن يحفظ الله مصر والسعودية وأن يجعلهما دائما واحة الاستقرار وركيزة للأمن والأمان للمنطقة وللعالم.